تخيل تبعد كده في امان الله وتلاقي صوت عالي قوي بيوجع الودن اشتغل، وبعدها تغيب عن الوعي وتصحى تلاقي نفسك بقيت متحاصر انت وكل البشر من حشرات عملاقة بتحاول تسيطر على الكوكب. طبعا دي حاجة الواحد زي بيخاف من الحشرات اسوأ كوابيسه، بس للناس اللي في فيلم انفيزيتيشن كان حدث عادي وحاولوا يتعاملوا معاه في واحد من افلام الإثارة والفانتازيا اللي صدرت سنة 2009. وبيبدأ في مكتب مهجور او مش مهجور، هو مليان ناس بس ملفوفين في المادة اللي بيعمل منها العنكبوت الخيط بتاعته. انا في الاول كنت فاكرهم ملفوفين في الورق الشفاف اللي مليان هوا وبنلف بيه الازاز علشان ما يتكسرش وبنحب نفرقعه ده، وبعدين بنشوف واحد من الناس اللي ملفوفة دي بيلف وشه وطلعوا عايشين يا جماعة الحمد لله. بس يا فرحة ما تمت، بنلاقي حاجة عملاقة والله اعلم هي ايه. بس يعني للأمانة علشان انا شفت الفيلم دي رجل حشرة عملاقة وعايزة تقتله، راحت حاطة رجليها في رقبته علشان ما يقاومش ويموت. وبعدين بنشوف كوبر صاحبنا ماشي في الشارع وبيكلم ابوه، وابوه بيقول له انه عاطل طول عمره وقرفه في حياته. قال له انا ما كنتش عاطل ولا حاجة، انا كنت شغال في المكسيك وجيت هنا. قال له مكسيكي ونيلتي، يعني كنت بتعمل ايه هناك يا فالح؟ بتعمل سندوتشات تاكوس؟ انا حزين اني خلفت ابني زيك والله. قال له يا بابا بطل دراما علشان خاطري. قال له دراما؟ انت كمان عايز تسكتني يا خساره تربيتي فيك. الحاجة الوحيدة اللي حلوة دلوقتي ان امك ميتة علشان ما تسمعكش انت وكلامك المسخ ده. قال له الحمد لله والله انها ميتة فعلا، انا معرفش هي كانت مستحملك ازاي. وبعدين كوبر زهق وحاول يعمل ان الشبكة بتقطع، بس ابوه كان هرش وفضل يزعق له ويقول له عارف يلا لو قفلت اعمل فيك ايه. ولسه كوبر كان ناوي يقفل بمزاجه بس خبطته عربية وهو ماشي وقفل غصب عنه. وبعدين بنكتشف الحمد لله انها جت سليمة ودخل الشركة، واول ما دخل قابل واحد صاحبه، وصاحبه قعد يندى عليه علشان يقول له يتك عليه، بس كوبر كان عارف وما ردش عليه، وصاحبه اتضايق انه لقطها وضربه بقلم كان ماسكه في ايده. وبيروح كوبر مكتبه كالعادة متأخر والشيفت قرب يخلص اصلا، يعني يا ريته ما كان جه. وبيجي واحد صاحبه ضخم ويقول له موريني المدير عايزاك، عارف عايزاك ليه؟ قال له لا مش عايز اعرف، انا اروح واعرف منها، ما تقولش حاجة انت يا فيل البحر. وبعدين اول ما بيمشي كوبر بيندى عليه وبيقول له استنى بس اسمع مني. واول ما صاحبه بيبص له كوبر بيعمل نفسه بيتكلم في التليفون مع عميل. وبعدين لما الواد يلف تاني كوبر يقول له يا عم بكلمك انت ايوه، ولما يبص تاني يروح كوبر مكرر نفس الحركة، لحد ما الراجل زهق من اشتغالة كوبر ليه وقرر يمشي. وبعديها كوبر قال انا ماليش نفس اشتغل، انا اروح للمديرة احسن ونضيع وقت هناك. وبعدين بيروح يلاقيها بتتكلم في التليفون وبتخلص المكالمة بسرعة. قال لها ايه يا ريسة بتقفلي ليه؟ انا مش مستعجل وغير كده مش غريب يعني، ما تتكسفيش تتكلمي قدامي. قالت له ما انا عارفة انك مش مستعجل، ويا حب ما عليك تسيبي الشغل وتقعد تتكلم او تعمل اي حاجة تانية. وبعدين بتشتغل زمايلك طول الوقت وتخرجهم عن تركيزهم. قال لها انا غلطان اني بلعب معاهم وبسليهم والله. قالت له ايه بقى ده؟ وبتسمعه مكالمة وهو بيقول للعميل لو مش عاجبك يا فندم تقدر تشد في حواجبك. والعميل رد عليه قال له انا عايز المدير. قال له حاضر ثواني اندهولك. وراح غاب ثواني ورجع قال له ايوه انا المدير. والعميل بيقول له انت هتشتغلني ولا ايه؟ انت الموظف اللي كان بيكلمني دلوقتي. قال له ايوه ولو مش عاجبك شد في حواجبك برضه. وبيضحك وبتقول له ها ايه رايك؟ قال لها انا كنت بهزر معاه والله. قالت له بص انا عامله حساب لابوك انك انت وهو بتمر بظروف صعبه بسبب وفاه امك، بس انا استحملتك كتير قوي. قال لها حلو والله، ولما تستحمليني تاني هتاخدي ثواب. قالت له لا انا مش هستحملك تاني، انا هطردك خلاص. وبعدين بنشوف ان في صوت مزعج جدا وعالي قوي اشتغل واثر عليهم ووجع لهم ودانهم جدا، والدنيا بتضلم خالص. وبعدها بنشوف بسكوته كبيره محشيه بالفراوله وشكلها مغري قوي، بس للأسف عليها النمل، وده معناه انها تثابت هنا كتير ومر وقت طويل يعني لو ما خدتش بالك، علشان المخرج تعب فيها اصله دي. وبعدين بنشوف واحد في اوضه من الاوض وعليه الماده دي وبيفتح بعدها الغطا ده، وبنعرف انه كوبر. طب ايه يا عم المخرج، مش هو كان في اوضه المديره؟ هو والمديره نقلتهم هنا ازاي ولا بناء على ايه؟ بس يلا هنعديها. وبعد ما بيرجع شويه وبعدين قام وحاول يستوعب ايه اللي بيحصل، ولمح رجل ضخمه بعيد وشاف الحشره الضخمه وترعب، ولما عمل صوت جريت. وبعدين بنكتشف انها ما جريتش، دي لفت من وراه علشان تهاجمه، وبيبدأ يضربها وهي تحاول تقتله، وكانت تقريبا تلتين حجمه وقوية جدا ومش عارف يتعامل معاها، بس ضربها ضربة خلتها تبعد، وقام ياخد نفسه وهو بيدور عليها بحذر، وفي الاخر لقاها على السقف وهجمت عليه برضه مش راضية تموت بنت الصرمة. وحاول يضربها تاني لحد ما الحمد لله بعدت عنه وهو مش مصدق، ولمح بعد ما خد نفسه في خد المديرة وراح جري عليها. جرى ايه يا عم المخرج؟ يا مش المديرة دي كانت معاه في مكتبها؟ نقلتها هنا ازاي يا عم المخرج؟ بس يلا هنعديها. وبعدين بيشيل من عليها الغشاء ده وبيحاول يفوقها، ولما فاقت رجعت قال لها عادي ده طبيعي، وبعدين فاقت وعمل لها قهوة. وقعد يقول لها انه مش فاهم ايه اللي حصل، وبيقول لها ان الساعة بتاعته بتقول ان النهاردة الخميس،
يعني احنا هنا من يوم الجمعة ومرميين كده. وخلي بالك اللي جاي تتفزلك عليا وتقولي هو في شغل الجمعة، بره بيشتغل يوم الجمعة وجوه كمان في شغل يوم الجمعة عادي. وبعدين بيحاول يصحي صاحبه اللي كان بيشتغله ورجع بعدها وقال له عادي عادي ده طبيعي برضه. وبعد ما فقعد يتكلم مع مديرته يقول لها طب اخر حاجة فاكرها ايه؟ قالت له مؤتمر اونلاين وبعدين كلمت شوية ناس وبعدين بنتي. يا نهار ازرق، بنتي المفروض كانت مستنياني تحت الشغل. كوبر الف سر والحمد لله انها نسيت انها طردتني. وبعدين المديرة جريت على الشارع علشان تلحق بنتها اللي تحت وقال لها لا لا تعالي يا موريني الدنيا خطر تحت وما نعرفش فيها ايه. ولما نزلوا قالت له يا نهار اسود دي عربية بنتي سارة، هي جواها هي ماتت ولا ايه؟ قال لها اهدي اهدي وخليكي هنا. وبعدين راح بيحذر جنبها وقالت له ايه مش بترد اجي انا طيب؟ قال لها لا لا خليكي بس مكانك. وراح فاتح الغشاء اللي على سارة وحاول يفوقها. ورجعت اول ما صحيت وقال لها عادي عادي ده طبيعي وحاول يقومها ويشدها علشان يرجعوا الشركة بسرعة. بس قالت له وسع ايدك انت مين وايه اللي بيحصل؟ قال لها تعالي بس معايا وهفهمك. قالت له يا نهار اسود انت متحرش. وراحت ترشاه في عينه بالاسبريه عمياء وشافت امها بعدها واقفه عادي وبتصرخ وبتنده عليها، بس بيجي حشرتين بجناحات ياخدوا امها وبيطيروا. والكبر بيقول لها اللي بيحصل مش شايف، رجعوني الشركه. وراحت ساره شداه وبتجري ناحيه الشركه والحشرات بتجري وراهم برضه، بس بيتشنكلوا في باسكت زباله وهم داخلين الشركه والكائنات بتجري ورا البرميل اللي وقع. وهنا كبر صرخ وقال لهم انا سامع صوتهم، هم فين وهيموتونا ولا ايه؟ راحت ساره كاتمه بقه وشغلت ريموت العربيه علشان يقفلها والعربيه تعمل صوت. وبنعرف ان الحشرات دي مش بتشوف اصلا ومعتمده على السمح. ولما دخلوا الشركه ساره قعدت تقنعه يصحي كل اللي موجودين. قال لها انا مش مقتنع بصراحه، لو صحيناهم هينشروا الذعر والخوف، احنا كده عارفين انهم مش ميتين فممكن نسيبهم كده مؤقتا وبعدين نفكر مع بعض بعدين. ولو عايزه تصحيهم بقى يبقى تعملي حسابك انك هتشرحي لهم كل حاجه، انا مش هقدر اقعد اشرح ويجننوني ويخرجوا ويتاكلوا علشان يصدقوا. ولسه ما كملش كلامه راح واحد خارج من الشنقه وكان بيقنع ساره، وبنعرف انه مخضوض ومش فاهم اللي بيحصل ومش سامع كمان ومركب سماعه ودي مصيبه لوحدها. وكبر بياخد باله منها وهي بتتخنق وبيحاول يقرب من الشاب ويضربه، بس بيديله بالرجل ويطيره بعيد. وبعدين بنشوف حشرة من الحشرات راحت ناحية كوبر وبتهاجمه، بس المرة دي كانت هتقتله وخلاص، لسه هنقول الله يرحمك يا كوبر. بيلاقي الشاب بيقتل الحشرة بحاجة تقيلة على دماغها. وكوبر بيقول لي سارة ها ايه رأيك لسه عايزة تخرجي الناس وتصحيهم بعد اللي شفتيه ده؟ وبنشوف بعدها مجموعة من الناس واقفة مع كوبر وسارة، وبنعرف انهم في شركة ادوية وصحوا شوية ناس مهمة، يعني ضابط بوليس، ويخلوه يروح يشوف الراديو في اي اشارة استغاثة او نبأ للناس علشان يعرفوا ان في مكان امان يتوجهوا ليه ولا لا. وصحوا عالمة من اللي موجودين في الشركة، وصحوا ابو الشاب القوي علشان ما يضربهمش، وصحوا واحدة شكلها عجب كوبر اسمها سيندي، واتنين كمان كده شكلهم نظيف. وبعدين بيشوفوا هيعملوا ايه. واحد فيهم قال ما نستنى الاستغاثة او النجدة، قالوا له وافرض ما جاتش؟ طيب قال لهم خلاص احنا نقدر نتعامل ونسد. واحدة من اللي واقفين قالت له يا عم نسد ايه، صباح الفل ما غفلونا كلنا وما سدناش اهو. قال لهم معاكم حق. وبعدين الراجلين اللي صحيوا في واحد فيهم قال لهم ثواني يا جدعان انا معايا عربية بره قوية زي النور بالظبط، تعالوا نروح بيها اي حتة. قالوا له لا. قال لهم ماشي انا رايح. وفي واحد كمان قال له وانا جاي معاك. وسندي الشقره قالت لهم وانا هاجي. ساره قالت لها راحه مع اتنين رجاله لوحدك، الله يكون في عونك على المهلبيه اللي في دماغي. وبعدين بنشوف التلاته ركبوا العربيه، بس بعد شويه سندي بتغير رايها وتنزل، واول ما بتنزل بيلاقوا قدامهم حشره ويروحوا دايسينها ويفرحوا قوي. وسندي بتغير رايها وتجري وراهم بقى، بس الحلو ما يكملش ونطت على واحد فيهم، حشره قتلته وهو بيسوق، والتاني نزل علشان بعدها العربيه تلف لوحدها وتدوس عليه تموته. وبيبدا بقى المجموعه يحاولوا يهربوا لجوه تاني، بس ابو الولد بيتعض في ظهره من حشره وبيخشوا ويشوفوا العضه وياخدوا معاها سيلفي. وبعدين بيطلعوا السطح ويلاقوا دخان جامد جاي من مكان، وبيعرفوا ان اكيد ده العش بتاع الكائنات دي. وبيقرروا يعملوا ايه، وكوبر بيقول لهم في قاعده عسكريه ابوي عاملها قريبه وبعيد عن العش وفيها اكل وشرب. وبعدين سندي بتقول طب ما نروح عند اخويا اقرب وابعد عن العش برضه. قال لهم اللي تشوفوه بيجي عليهم سرب من الكائنات دي، بس مش بيشوفوهم وبتعدي وبيعرفوا انها عميه. والعلمة بتقول لهم طب ما تيجي نصطاد واحده نعمل عليها بحث. وبيدخلوا واحده الاوضه من الشركه بعد ما بيستخدموا اصواتها علشان يجروها ناحيه الاوضه. والعلمة بتقول لهم عايزينها بقى تعض اي حاجه علشان ناخد الماده بتاعتها نحللها زي التعبان كده. وبعدين بياخدوا منها العينه ويفتحوا حته من الباب ويحطوا فيها علبه، وبتحاول تقرص العلبه دي وبتروح بتاعه التحاليل تحللها. في الوقت ده قالوا هم رايحين لبيت كوبر لازم يرتاحوا الليله هنا، والراجل وابنه استاذنوهم في الطريق يعدوا على بيتهم.
وبعدين قالوا هيقسموا اليوم مناوبات حراسة بينهم علشان يقدروا يبقوا في أمان، وبتاعت التحاليل بتيجي في النص وتقولهم إن المادة اللي بتخرج من الحشرات دي منومة بس. وقالوا طب ليه سايبيننا عايشين؟ سنت قالت لهم علشان يبقى معاهم لحمة طازة وقت ما يعوزوا أكيد. وبيجي الليل وسارة بتحاول تنام وبتقول لي سندي في الحمام إن الكعب بتاعها بيعمل صوت وده هيجذب الكائنات، قالت لها آه نعمل إيه بقى؟ والمخرج كل شوية قرب لك من سندي على أساس إنها وراها سر وهي لا وراها سر ولا حاجة. وخرجت بعدها للكوبري اللي كان بيدور في البوفيه ولقى حشرات في الأكل وقال إن معاه أكل ففاكس. وبعدين بيلاقي سندي قربت منه وبتحاول تتحرج بيه وسارة وهي بتتقلب شافتهم، بس كوبري قال لها أنا آسف مش هينفع، خدي معايا بروتين بار رايق كلي ورمي عظمك. وتاني يوم بيصحوا على صوت عالي قوي بيعرفوا ان الحشرة اللي حبسوها بتعمل صوت وبتنادي على الباقيين، راحوا ضربينها بالنار. وقرروا يخرجوا في الرحلة بتاعتهم عند ابو كوبر، بس بتاعت التحليل قالت لهم انا افضل هنا، لازم يبقى في حد قاعد يصح الناس وانا هعمل كده. وبعدين بيتحركوا في الطريق وبيحاول كوبر يلاقي سارة للمرة الالف وبتقول له عارف انا ممكن احلل شخصيتك دلوقتي واعرف انت بتفكر في ايه. قال لها قولي يا ستي، قالت له انت فاكر انك روحاني ومخلوق علشان تقابل الستات وكلهم يحبوك ومتعب جدا لأسرتك وبطلت تنضج عاطفيا من وقت ما كان عندك 14 سنة، بيتك ما فيهوش حب ولا اي حاجة وفشل في شغلك وفي حياتك. قال لها وجهة نظر برضو، انا برضو ليا وجهة نظر عنك، انك كنت عايشة في مزرعة مع جوز امك وكان بيتحرج بيكي ومضايقك وبالليل بتصاري مع الرجالة في العربية من ورا. ورخم عليها شوية وبعدين وصلوا المنطقة فيها بيت الشاب وابوه، وسندي قالت لهم يا انتوا ساكنين هنا دي منطقة بلدي قوي، وقالت انها مش هتطلع، وسارة قالت انا هفضل معاها علشان ما تقفش لوحدها. وبعدين بيخش البيت والكوبر بيفضل يدور في القاموس على كم كلمة قالت لهم سارة تحت وهو ما فهمش معناهم، وبيخش الاب وابنه جوه ويفضلوا عيطوا علشان لو امه ومرات الراجل ماتت. ونزل كوبر وهو بيقول لسارة انها ماتت، قالت له بسبب الشرنقة، قال لها لا ماتت موتت ربنا، ده أصعب علشان هتبقى ماتت بسبب إنهم ما زاروهاش خالص أو شافوا هي محتاجة إيه، وهتلاقيها ماتت وهي فاكرة إنهم طنشوها وما تعرفش اللي بيحصل برا. وخرج بعدها الراجل وابنه في إيده سلاح وقالوا له السلاح ده يا عم هيجيبهم علينا بسبب الصوت بتاعه، قال لهم متى لقوش ده من باب الاحتياط بس. وعدوا على بيت سندي في النص ولقوا جثث كتير مرمية قدامه في الغشاء ده. وبعدين سندي بتفك اختها وبترجع بتقولها عادي عادي ده طبيعي، وهم واقفين بيشوف وراها كائن هو انسان بس ليه رجول عنكبوت، وبنعرف انه اخوها وحاولوا يبيدوه او يضربوه بس عور كوبر في رجله ووقعه وزق الراجل بعيد. وهنا ابن الراجل قتله على طول قدام اخته ودخلوا قعدوا، وسارة عالجت كوبر وقالت له ما تزعلش مني بس انا دكتورة نفسية، وقال لها انه وحيد وحاسس ناحيتها بحاجات وعايزها تديله فرصة بس. وبعدين بنشوف الراجل وهو بيتجسس على سندي ويعرف انها بتعيط ويسيبها ويدخل الحمام وهو تعبان وبدأت اثار العضة تظهر عليه. وبعدين بيخرج وبيقول لها لو حصل له حاجة تاخد باله من ابنه. وبعدين بنشوف سندي جاية تلاقي كوبر تاني بس برضه بيرفض وبتضربه في رجله مكان الجرح وتمشي. وبعدين بيتحركوا تاني يوم مع بعض وسندي سطرت نفسها الحمد لله وكانت متضايقة من رفض كوبر ليها. وبعدين سارة بتقول لي كوبر بعد ما نروح لابوك مش هنروح مستشفى، انا هروح العش بتاعهم انا متأكدة انهم خدوا امي هناك، قال لها ده خطر، قالت له لو حد بيحبك هتسيبه، قال لها لو حد بيحبني مش هيكون عايزني اروح خالص. وبعدين بيعد عليهم سرب من الحشرات وبيتخضوا منهم، وسندي بتلف وتلاقي سارة ماسكة ايد كوبر وخايفين مع بعض على بعض. وبتتضايق بقى وبتقول لهم الله يحرقكم كلكم بقى تسيبني وتروح للبت دي، بس بصراحة سارة اجمد يعني بالنسبة لي. وراحت سندي طلعت على الطريق وقعدت تندع على الحشرات وتعمل دوشه علشان يلفوا ويرجعوا، ابو الواد بيقول لها احتم نفسك يا وليه وبطلي دوشه لو ما سكتيش هقتلك. وبعدها راح قتلها وقال لها هعمل ايه ما هي ما سكتتش. وبعدين لقوا الحشرات جايه عليهم وبداوا يصرخوا ويلطموا ويجروا، بس في حشره هجمت على كوبر وجريت بعدها صار عليه وبعدتها، بس الحشره مسكتها وحاولت تطير بيها. وبعدين فضل الكوبر ماسكها وبيقول لها ما تخافيش مش هسيبك، وللاسف وقع وجري وبصار بعيد. وبعدين بيروح الثلاثي اللي فاضل لبيت الاب وبيلاقوه بيلعب في الجنينه وبينده بصوت عالي على الكلبه. كوبر قال له يا عم قلت لك عندهم حساسيه من الصوت، قال له ايه مش بدور على اختك، قال له يا عم دي مش اختي دي كلبه، قال له ما تقولش عليها كده يا عم. كوبر قال له عندك خرايط جوه، قال له اه، ودخلوا ودخل معاه وقال له انا هعرف اشوف الخرايط بس مش شايف من غير النضاره. كوبر قال له انا اشوف، قال له لا انت ما بتعرفش تقرا خرايط ولا تعمل حاجه اصلا. وبعدين بيخرجوا الجري علشان بيلاقوا الصريخ وبيعرفوا ان ابو الولد اتحول لكائن زي الشادق وسندي، وفضلوا يحاولوا يضربوه ويخلصوا منه بس زنق كوبر وكان يقتله. وبعدين بيشوف ابنه بيضربه بالنار وبيقول انه طلب منه يعمل كده لو ده حصل. وبعدين ابو كوبر بيستخدم الكهرباء وجهاز كان شاريه من التوحيد والنور بس لسه ما استخدموش وجربوا عليه، وبعد شويه راح مفرقع الراجل ومات.
وبعدين بيخش السرداب بتاع الكايرس وبيفضلوا جوه. وكوبر بيفتكر اول مقابله ليه مع ساره، نسيت اقولك انها لقت رقم كوبر في ورقه في جيبها وهم عند بيت الراجل وابنه، بس ما افتكرتش جت منين. وبعدين بيفتكر كوبر وبنعرف ان هي اللي خبطته في اول الفيلم، وبيقول لها انها كسرت الاشاره وكانت هتموته، وقعدت تتخانق معاه بس لقاها حلوه راح ساب لها رقمه وقال لها خدي علشان لو في اي كسور في العربيه صلحهالك، وبتضحك وتاخد الرقم. وبعدين تاني يوم بيطلع لهم بره وبيفكروا وبيقول لهم انه هيروح للعش علشان ساره. ابوه بيقول له بطل هبل، ساره دي ميته كده كده، وغير كده اصلا انت ما عندكش الجرأه انك تروح العش ده او انك تعمل حاجه اصلا. قال له ما كله بسبب الجفاء اللي انت معيشنا فيه والتعامل الوحشي، انا مش هقعد معاك تاني انا ماشي. وبعدين بيسيبه يخرج وبيلاقي الواد ماشي وراه، وابوه بيقول له الواد غلبان ده واخده فين؟ قال له مش واخده، راح قايل له يرجع ويفضل مع ابوه ويكمل كوبر طريقه لوحده. وبعدها بيلاقي واحد وقفه قال له اثبت يلا، قال له يا باشا في ايه احنا بنهرب من الحشرات كلنا؟ قال له بس يلا، وبيتكلم في اللاسلكي وبيقول لهم القوه الثالثه انا حابب اقول لكم خبر سعيد، لقيت واحد منهم اهو، قالوا له هاتوا وتعالى احنا مستعدين. وبعدين بياخدوا ويلاقي انهم واخدينه على السجن وبيقول لهم يا جماعه عيب ده احنا واحد وبنناقش نفس القضيه، قالوا له بس يلا بقى، وحبسوه ولقى الراجل المكسيكي جنبه وبيقول له في يا عم الحاج هما بيعملوا معانا كده ليه؟ قال له دول عبط يا عم، شاكين اننا نتحول لحشرات ومش واثقين غير في بعض. قال له طب انت بقالك هنا قد ايه؟ قال له 3 ايام ومعذبني. قال له نهار ازرق احنا اتحشرنا هنا ولا ايه؟ قال له الظاهر كده انا كنت مع مجموعه من 40 فرد وفوقتنا واحده بتاعه التحاليل بس تهاجمنا وكلهم ماتوا الا انا. وبعدين بنشوف ساره بتفوق في عش الحشرات وهي متحوطه بالجثث وخايفه قوي، بس بتتماسك علشان تخرج وتتحرك من مكانها. وبعدين بنشوف الرجاله اللي حبسوا كوبر جايبين ابوه والواد وبيحاولوا يدخلوهم في الحبس، وكوبر بيقول لابوه دول عبط وفاكريننا حشرات. راح ابو كوبر قال لهم طب ما بسيطه يا جماعه، في طريقه لفحص الحالات دي كلها، بص علينا وافحصنا وتعرف اننا سلام وبعدين نحارب مع بعض. قال له ماشي تعالي يا بنت افحصيه، ودخلت ورفعت تيشيرت ابو كوبر وبنتفاجئ انه مصاب فعلا وفي حشره عضاه، وبعدين ما بيديهمش وقت، بيلف ويمسك البنت وبيرفع عليها السلاح، والراجل بيقول له ابوس ايدك دي بنتي سيبها. قال له اللي انت حبسه ده ابني برضه، ارمي له المفتاح وخرجه ورموا له المفاتيح. لما جه ياخدها كوبر لو واحد تبع الناس دي دخل ووقع ابو كوبر على الارض، وادوا البنت السلاح تاني وكانت هتقتله خلاص علشان يحرم يهددهم تاني وعلشان مصاب اصلا وهيتحول بعد شويه، بس الراجل المكسيكي اللي في القفص اتحول وقتل البنت في ثواني وبداوا يضربوا عليه نار. وانا مسك ابو كوبر البنديه اللي كانت في ايدها وقتلهم قبل ما يقتلوه ويقتلوا ابنه والواد اللي معاهم، وخرجوا بقى يدوروا في القسم على اي اسلحه يقابلوها، ولقوا بنادق ومتفجرات وحاجات كتير قوي وخدوه كلهم. ابو كوبر خد كلبشات قال له ايه هتقبض على الحشرات ولا ايه، وقعد يضحك. وقرروا ان طالما كده كده ابوه هيتحول انهم يروحوا العش، لان دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تضر الحشرات جامد. وغير كده يشوف له ساره اللي بيزن عليها دي، وبعدين بنشوف ساره وهي في العش وشافت الملكه وهي بتاكل الجثث، وكل ما تاكل جثه تطلع قصادها بيضه فيها حشره من دول تاني. وبعدين بنرجع ليهم وهم ماشيين على الطريق بالعجل علشان ملوش صوت ومش خطر. وبعدها بنشوف ابو كوبر بيقول له وانت بقى يا حلو المديره طردتك ليه؟ قالت لي انك بتزاول زمايلك. قال له اه دي لعبه بسيطه بناديه وبعمل نفسي بكلم حد تاني. قال له مش مكسوف من نفسك وانت شحت كده واهبل؟ قال له وانت تعديت انت؟ قال له كان في سرب حشرات والواد ده مش سامعهم عمال يعمل صوت ودوشه وكانوا هيقتلوه، ورحت انقذه راحوا عضني. وبعدين بنشوف ساره تاني وهي في العش وبتحاول تهرب، بس بتلاقي ولد متحول وبيساعد الحشرات، واول ما بيشوفها جنبه بيصرخ عليها وبتجري بسرعه. وبيوصلوا العش وابوه بيقول له يا نهار ازرق دي هتقلل تمن الشقق في المنطقه جامد دي. قال له يا عم مش وقته يلا علشان ندخل ننقذ ساره ونفجر العش. وفي نص الطريق في الغابه ابو كوبر وقع من طوله جنب شجره وكان بيطلع في الروح، وكوبر جري عليه وقال له مالك في ايه؟ قال له عليك واحد يا ابن العبيطه، وربطه في الشجره وضرب الواد اللي معاهم خلاه يغمى عليه. قال له ساره دي ميته، ازعل مني وكراني اني ربطتك هنا بس ما تموتش مني. ورماله المفتاح جنب الواد وقال له لما يفوق خده ويمشوا من هنا، ودخل هو العش لوحده. وبعدها بيفوق الواد وبيفك كوبر وبيدخلوا العش، وبنلاقي ابو كوبر قابل ساره جوه وعرفها بنفسه ان كوبر مستنيها بره، وقال لها ما تحاولش تدور على حد وما مش موجوده واكيد كانت هتعوزها تخرج. قالت له حاضر هخرج بس تعالى الاول اوريك الملكه، وخدته هناك وتهاجمه، بس كوبر واللي معاه دخلوا وهتك يا ضرب فيهم بالنار والاسلحه، وان ابو كوبر بدا يتحول والملكه بلعته وحاول يقتلها بس ما عرفش، وقع منها جهاز المتفجرات اللي خده كوبر وجري. اول ما حس انه في مكان امان خرج ساره والواد بره المكان وبدا يدوس على الزرار، بس الجهاز ما اشتغلش وطلع ما فيهوش حجاره، وقعد يلطم ويسب، وبعدين خد حجاره الكشاف وفي اخر لحظه قدر يشغل الجهاز الحمد لله،
فجر العش بالكامل، وبعدين فاو لقى نفسه في المستشفى مع الواد وساره وبتقول له ايه يا عم غبت علينا. وبعد ما فاو قدر يتحرك نزلوا الشارع يفكوا الناس وبيقول لها بس ايه رايك فيا بقى، مش اتغيرت واستاهل خروجه معاكي بعد كل اللي حصل ده؟ قالت له اكيد تستاهل، ده انت كنت هتضحي بنفسك علشان يعني. وبعدين بيشوفوا حاجه جايه في اخر الطريق وشكلها كده حشرات، والحمد لله الفيلم بيخلص قبل ما نعرف هيحصل ايه.